العلوم. باحثون في علوم الأحياء البحرية اكتشفوا مؤخراً أنواعاً نادرة من حيوان نجم البحر في أحد شواطئ البيرو. بعد رحلات غوص عديدة تمكن العلماء من الكشف عن 3 أنواع تعيش بشكل خاص في أعماق الشعاب المرجانية في المحيط الهادئ. بين هذه الأنواع المكتشفة نوع اسمه باوليا أوريدا، وهو من الأنواع النادرة جداً. الأنواع الثلاثة التي تم العثور عليها تعيش في بيئات مختلفة جدا. على سبيل المثال، النوع الذي يسمى بأستروبيكتن ريجاليس يعيش في المياه الضحلة جدا ويأكل النباتات الصغيرة مثل الديدان. الباحثون متحمسون جدا لهذا الاكتشاف، وبالأخص النجم الذي يسمى باوليا أوريدا. هذا النوع باوليا أوريدا من الأنواع النادرة، ويمكن تصنيفها على أنها نوع من قناديل البحر في المياه العميقة. هذا النجم الشائك يتغذى على الشعاب المرجانية التي تكون على عمق كبير، يتميز بلونه الغامق وبأشواكه التي تحميه من الحيوانات المفترسة. النوع الثالث لديه خصوصية واسمه ميناستر خيلاتينوس. يحتوي على خصوصية بعموده الفقري حيث ينكمش عند لمسه، فإذا لمسته أو حاولت الإمساك به فإنه يلتصق بيدك من خلال زغابات صغيرة تستخدمها كآلية للدفاع عن نفسها. تعتبر شواطئ البيرو من الشواطئ العذراء التي لم تنل نصيبها من الأبحاث والدراسات.